دافع رقة تصميم هي باختصار درة. هي طفلة اللي ما بتعرف مستحيل، صبرت اتعلمت واخذت حب الناس. انولدت درة يوم 13 يناير سنة 1980 في منطقة البحيرة في تونس، وحلمها بالتمثيل كان مراودها من وهي صغيرة، خصوصا بعد تعلقها الكبير بيسرى نلي شريهان وفات الحمامة. بس وقتها عاشت درة بأوضاع عائلية غير مستقرة، خصوصا بعد انفصال أبوها وأمها عنها. هالشي خلق حساسية عند والدها تجاه طموح الطفلة. بس يوم عن يوم هالطفلة كبرت ودخلت الجامعة، وظل الحلم يراودها وما استسلمت للأمر. فخاضت أخيرا أول عمل مسرحي طلع للنور بعنوان مجنون، واللي كان مع المخرج توفيق الجبالي من خلال فرقة تياترو وقتها. ومع هالشي درة ما أهملت الجانب التعليمي، فحصلت على درجة الماجستير من الجامعة اليسوعية في لبنان. بعدها طريق بلش الرسم قدامها بعد ما شاركت بأعمال سينمائية بتونس بفيلم خرمة وفيلم دار الناس وعدة أعمال أخرى، وإيمانها بأنه مصر ولادة للنجوم راحت هناك وصقلت موهبتها بعد مشاركتها بفيلم هي فوضى، آخر أعمال المخرج يوسف شهيل، إلى جانب الراحل خالد صالح ومنى شلبي ويوسف الشريف. وهون كانت الانطلاقة للنجومية الحقيقية. شكل هالمحبوب، الكاريزما اللي بتتمتع فيها درة وإتقان اللهجة المصرية كمان كانت كل ما فتح ذهبية إلها، أدخلتها عالم الشهرة من أوسع أبوابها. عشان كده لازم نفضل نتكلم، ولازم ندي فرصة لكل واحد اتظلم إنه يتكلم مرة واثنين وثلاثة عشان يقول اتظلم إزاي وليه ومين اللي ظلمه. نجحت بالأولى في الغرام والحب كده، وأيضا بفيلم ليلة البابدون للمخرج عادل أديب، مرورا بفيلم مولانا وآخرها مع الباب فوت أمل، وفيلم كدبة كل يوم مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح. ألبس ده ولا ده؟ ايه دول اصلا؟ مايوهات. مايوهات اطفال. ونجاحاتها المتميزه كانت اكثر بعد مشاركاتها العديده بالدراما، منها فوقش ووعد مش مكتوب ومسلسل ادم مع تامر حسني وسجن النساء، واخرها كان مسلسل خروج اللي بينعرض هلا برمضان. انت كنت فين؟ مصر المفتح. هو انا مش قلتلك استناني؟ ايه بنت الشخصيه الشرسه. وبعد تصديرها النجاحات كلها، الحلم بلش يتزين بالجوائز، فحصلت على مجموعة كثير كبيرة من الجوائز كجائزة الموركس دور ولقب أجمل امرأة مشهورة. وفي 2015 عاشت أسبوع ما بتنسى بعد حصول على 3 جوائز متتالية في أسبوع واحد عن أعمالها لنفس العام. منقول ألف مبروك لدرة تونسية. درة أثبتت من أول ظهور إلها أنه حلمها ما كان طيف، بل كان واقع وصلت له بمجهود وتعب سنين. ولها السبب هي مش بس اسمها درة، هي درة عن حق وحيد.